ده العنوان الجديد لفيلم الممرضة اللي انت كلمتين عليه. انا متشكره جدا يا عمر بيه. لا على ايه ولا اي حاجه، بس البنت دي ايه حكايتها؟ مفيش، بعت ذمتها بشويه فلوس بس اتسببت في مشكله كبيره قوي، كنت محتاجه اعرف العنوان. طب وانت ليه ما طلبتيش تحريرات تكون مش اكتر رسم؟ يعني طلبت انها تكون مش اكتر ود اكتر. ايه يا عمر بيه، ده انا كنت لسه هطلب منك تحريات عن حد تاني بشكل ودي. ثانيه واحده. ايوه ايه يا جميله، حكايه الشكوى اللي متقدمه ضدك دي؟ واحده اتصلت على الخط الساخن وبتقول لي ان ليكي اخ بيلعب قمار. انا مضطر احاول الشكوى دي لاداره التفتيش الفني، وهو ما بقى يشوفوا سكان الكيديه ولا لا. تحت امر سيادتك يا فندم. ابوس ايدك تهدي، انت كده بتسلميني تسليم اهالي من قبل ما نعمل اي حاجه. هو انت في حد جاب سيرتك من غير ما تجيبي؟ شيلي هتقطها على طول، اللي في بينا لينك. اطمن يا حبيبي، انت كمان معاك واحده مش سهله ابدا. لا سهله. نعم اقصد يعني يا حبيبتي انت مش راكزه، انت مجنونه يا حبيبتي مجنونه. ده انا ام العقل كله. لا يا ام العقل، تجيب نمره النيابه الاداريه من جوجل وتكلمهم تقول لهم اخو جميله الالف بيلعب قمار. وانت ايه اللي مضايقك ولا ايه اللي مزعلك؟ ما يكش تتحرق ولا يرفدوها؟ يا رب يا شيخ يرفدوها عشان تتمسك بفلوس ابوها اكتر. هما يرفدوها من مكالمه تليفون؟ اخوها لازم يتمسك وتعمل له قضيه وهي تتلط فيها. ماشي يا عسول، مش انت برضو هتقولي على عنوان الشقه بتاعت البت صاحبه اكرم اللي بيلعبوا فيها قمار؟ وحياتك عندي ما اعرفها. اوكي، جيبها من امير. اجيبها من امير؟ ابقى انا اللي قلت. حبيبتي انت هتضيعنا بتهورك ده. خلي بالك احنا بنلف حوالين سلك عريان، لو اتكهربنا هنخسر كل حاجه. انا مش فاهمه ايه علاقه اللي انت بتقوله لي ده كله بالمكالمه اللي انا عملتها. عشان مكالمه ملهاش اي 30 لازمه، ومجرد ان انت تنقلي كلام انا قلته لك لشيري ده اكبر غلط، ومجنيتك هنا كمان غلط. هو انت مش قايل لي ان هي نادرا ما بتجي لك هنا؟ مش ممكن تكون حاطه لي جواسيس حد يضمنها؟ يا ساتر يا رب، ده ايه الجبنيه اللي انت فيها دي؟ من خاف سلم. اوكي، ايه المشكله يعني؟ انا عايز اعرف، هو انت مش شغال دكتور ولا حاجه تانية؟ واحده تعبت جت دفعت الكشف ودخلت تكشف عند الدكتور، ولا انت ما بتكشفش على الستات؟ يا حياتي انا مش عايز حد يهرش علاقتي بيكي لحد ما يتفاجئوا. خلينا نبعد عن العين عشان ما ترشقش فينا. اوكي، از يو لايك، زي ما تحب. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.